السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، نعود إليكم من جديد. اليوم الموضوع ديالنا هو الفلوس اللي الناس كتخبيها في الدار. اليوم أنا متأكد أن المهاجرين كيخبيو فلوسهم في الدار أكثر من الإيطاليين. الإيطاليين ما كيخبيو، ما بقاوش هذاك الشيء ديال تخبيو الفلوس، قليل اللي كيخدموا في النوار وداك الشيء كيخبيو شويه ديال الفلوس في الدار. أوكي، يعني راد منهم في الدار ما تيحطوهمش، او عندهم مشاكل وكذا وكذا مع الضرائب وداك الشيء ما تيبغيوش يحطوهم في حسابهم. ولكن اليوم لان ديالنا المهاجرين عامه مجموعين باش يستافدوا من بعض يعني المعاونات والمساعدات وليزاي يعني اللي كيدير كيدخل فيه حتى حسابك ديال البنكه، كتضطر انت تجبد هذوك الفلوس وكتحطهم مثلا في الدار باش لي زي يبقى ديما يكون نازل باش تستافد من بعض المساعدات. المساعدات راهما بزاف وكثيره، اللي خصوصا الناس اللي عندهم وليدات. اوكي، يعني باش تستافد كضطر تخلي حسابك محدود، تخلي فيه 100 ولا 200 اورو خاوي، وتقدر تكون عندك في الدار واحد 20 ولا 30 حاطها، يعني كتجمعهم لدور زمان نونسي ساماي، غدا بعد غدا تقدر تحتاجها. اوكي، اليوم الاخوان اللي بغيت نقول لكم أن واحد السيدة هي والزوج ديالها عندها وليدات وكل شيء، البارح أو والبارح على ما أظن بلا ما نقول لكم المدينة أو المنطقة، خرجوا غاديين مسافرين من مدينة لمدينة، دخلوا لهم الشفارة. وأنا أكيد متأكد أنا باش غيدخلوا الشفارة لدار مهاجر وهو ما كاينش كيعرفوهم، يعني هادو الناس اللي دخلوا ليهم كيعرفوهم، داو ليهم 20,000 أورو. وانت لا كنتي من الناس اللي عندك الفلوس وخبيهم في الدار، انا غنوريك الطريقه كيفاش تحطهم في حساب، ماشي حساب، كنوريك الطريقه كيفاش غادي تخبيهم وما غيطلعوا لك لا في ليزاي، ما غيطلعوا لك لا في حسابك لا والو. اوكي، هل تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وبارطاجي قد ما بارطاجيتي، لان هاد المعلومات تقدر نفيدك بهم انت او غادي نفيد بهم واحد اخر. كاينين عده طرق، انا نوريك طريقه وحده اللي غتخبي فيها فلوسك وحتى واحد ما كيعرف شحال عندك او وفلوسك في امان، في الامان فلوسك. هاد الناس هادو مشات لهم 20,000 أورو، عاد شي تخربيق كانوا عندهم في الدار داوهم ليهم. شكون اللي داهم ليهم؟ سيكورامينتي هذا اللي دا ليهم هاد الفلوس هذا كيعرفهم، لان الناس تشفروا فاش سافروا، يعني هزوا وزادوا. اوكي، دخلوا للدار داو الفلوس، داو داكشي اللي بغاو يديو امبيو، شعلوا العافيه في الدار، يعني الدار باش ما تبقى فيها يقولوا مثلا الفلوس راه ما تسرقاتش، راه شعلات فيها تحرقات. اوكي، يعني شعلوا العافيه باش يقولوا راه الفلوس تحرقات. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ لهذا الاخوان اللي عنده شي فلوس في الدار، وانا متاكد ان هناك الكثير منا ما بقاش كيصيفط فلوسه للمغرب للبلاد، لان باغي يستثمر هنا، لان باغي يوم لولادو، لان باغي يقري بها ولادو، لان باغي يشري مثلا دار ومدابز مع الوقت كيجمع بشويه بشويه وخاش يمتحت منه، ما باغيش يحطهم في حسابه باش ما يبقاش يطلع ليه لي زي روبادا الجينيري. اوكي، عندك 20، عندك 30، عندك 40، عندك 10، عندك 5000، عندك 1000 بغيتي تخبيها، غتمشي للبنكه او البوسطه، فين حل الحساب نتايا؟ اوكي، فين انت حل الحساب؟ غتقول لهم بغيت اون كاسا دي سيكوريتسا سميتها، يعني صندوق فين كيخبيو فيه يا ذهب يا وثائق مهمه يا شحال من حاجه. اوكي، سميتها لا كاسا دي سيكوريتسا، كتخلص على حساب لا بانكا او لا بوستا، كتخلص تقريبا بيومينو من 50 اورو حتى ل 200 اورو في العام. اوكي، في البوستا على ما اظن راه تيخلصوا 50 اورو، في البنكة على حساب العبار ديال الكاسة اللي بغيتي نتايا. كان عندك فلوس بزاف ما غاديش يجيو تما، او وثائق او ذهب، راه غادي تشدهم غادي تحطهم تما. اوكي، على حساب العبار ديال الكاسة اللي بغيتي نتايا، في البنكة ديالك، في الحساب، في فين حال الحساب ديالك، في البوسطة ديالك، غتمشي عندهم تقول لهم بغيت اون كاسة دي سيكوريتا، جيب فلوسك هاكا غادي تخشيهم تما، عندك الحق تحط حد في البوسطة على ما اظن حد 10,000، في البنكة حد 100,000 أورو، يعني تحطهم في هذيك الكاسة، ما كاين اللي يقول لك لا طابت لا تحرقت، عندك سويرتاج ديالك، سادين عليهم الكاسة ديالك في حفظ وأمان،
ما كاينش اللي يقول لك لا طابت لا تحرقت، ما غيديوهمش لك من تما. هذيك لا كاسا في لا سيكوراسيوني تامين، فهمتيني؟ يا وثائق يا فلوس يا ذهب اي حاجه، المهم خصوصا الفلوس ما تخليوهمش في الدار، الله يرحم بها الوالدين. ما حيت اللي غيشفرك راك يعرفك، اغلبيه ديال الشفاره راك يدخلوا للديور اللي عارفينها، ما يقدرش يدخل للدار ما كيعرفهاش. ديروا هذه في بالكم. المهم هذه المعلومه هذه بغيت نوصلها لكم، نتمنى الفيديو يعجبك. ما تبخلوش على اخوكم بلايك، واعطيني الراي ديالك. انا راه حطيت عنوان، بغيت نعرف واش حنا المهاجرين كنخبيو الفلوس في الدار. كلشي ولا تيقول يا بالحلوف وما عندناش الريال، وتقول وانا عارف بان راه بزاف اتصلوا بيا، عندي 30 عندي 40 عندي 20 عندي 16 بغيت نشري دار، عندي هادي وعندي هاد الفلوس فين ندير؟ ما ديال ما في الدار، وانا متاكد حيت باش كيستافدوا. وتيقولها لك، تيقول لك راه عندي واحد 30 ولا 40 ولكن كي غندير تندخلها لحسابي وهادي، وانا بديت تنجبدها بشويه بشويه حتى جمعتها بغيت نشري دار. فهمتوني اش بغيت نوصل لكم؟ يعني الفلوس راه كاينه ماجور بارتي، يعني الاغلبيه ديال المهاجرين عندهم شي بركه حاطينها في الدار وسادين عليها، كل مره كيمشيو يطلعوا عليها فقط باش ما تهش لي ما تطلعش لهم لي زي الفوق، كيدخلوهاش في حسابهم. اللي ما عارفش لي زي شنو هو لي زي، هو بحال قلتي كيشوفوا لك المدخول والمصاريف ديالك والطوموبيل اللي عندك والدار اللي عندك وشحال كاري وشحال هادي، باش كيضربوا الحساب وكيخرجوا لك انت شحال عندك في لي زي، يعني شحال مشيط بيومين وغادي نقولوا شحال تقدر تشيط. اوكي كيشوفوك شحال قدرتي تشيطي على حساب هذيك الشياطه اللي شيطتي، هما كيساعدوك مساعدات ديال الدراري، مساعدات على حساب حتى الخلاص ديال الدراري شهريا. غتولي هذه القضيه هذه غتبدا من 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 شهر واحد للجميع، يعني في 2022 غادي تبدا، غتولي تخلص على الدراري على حساب ليزي شحال عندك. الا كان عندك ليزي قل من 7000 اورو راه غادي تشد 167 اورو للدري واحد. فهمتوني اخوان؟ تحياتي للجميع، وما تبخلوش على اخوكم وديروا هذه القضيه. سيروا سولوا، سير نتوما على البوسطه فين عندكم الحساب ولا البنكه، اتصل بها هز التليفون وقول لها فوليو انفورماسيون بير لا كاسا دي سيكوريتا، صافي هادشي اللي غادي تقول. وتهز هذيك البركه اللي عندك في الدار 20 15 10، واللي ما عندوش الله يعطيه الفلوس، اللي ما عندوش الله يزيدو، واللي عنده شويه الله يزيدو. هادشي اللي غتسالوني انايا، واللي ما عندوش اجتهد باش يدير بحال هادوك، راه كاينين بزاف اللي عندهم، خاصها شويه ديال الاجتهاد. اوكي خصنا نحسنوا غوفنا. المهم الاخوان غتعيط كما قلت لكم البنكه او البوسطه ديالك التليفون، غتقول لهم بغيت انفورماسيون بير لا كاسا دي سيكوريتا، غادي يقول لك كوستا هادي وهادي وهادي، ومن العام لعام كتخلص. هما تيبقى عندهم ساروت وانت عندك ساروت، ولكن هما ما يقدروش يحلوها سيكورو حيت لان هذيك ديالك، كاين الكاميرات كاين كلشي، شكون اللي قاش شكون اللي قرب، ما عندكش مناش تخاف من هذاك الشيء، غير توكل على الله وان شاء الله ربي غادي يسر وحيدوا الفلوس من الدار. راه قلت لكم الاخت تشفرات يا راجل، مشات لهم اكثر من 20000 اورو وشعلوا العافيه في الدار، ودابا راه حتى السكنه جالسين عند الناس. السلام عليكم، تحياتي.